النهاردة حبايبي هوريكو وصفة صحية جدا، وإيه يعني تعتبر برضو اقتصادية. احنا عاملينها بالظبط بثلاث قطع لحمة مسلوقة ومتقطعة صغير، ولتر وربع لبن رايب، يعني 5 كوبايات لبن رايب، طيب، وحوالي 8 كيلو جبنة بيضة براميل، وكوباية رز مسلوق في مية. طبعا ايه انتم ملاحظين الوصفة دي طبعا صحية جدا زي ايه وصفاتنا كلها. عبارة كمان حطينا توم وملح وفلفل، توم فريش او توم باودر، بس يستحسن يبقى توم فريش. طيب، فالتوم حوالي راس توم مصري متقطع، وكوباية رز مصري مسلوق، ولتر وربع يعني 5 كوبايات لبن رايب، وثلاث قطع لحمة مسلوقة. قطعنا كله على بعضه وقلبناه على بعضه، وهنحطه دلوقتي في الفرن. بصوا حبايبي، دي شكل الوصفة بعد ما خلصت، شكلها جميل جدا وريحتها كمان جميلة قوي وصحية جدا. كل اللي احنا استخدمناه هو لبن رايب وثلاث قطع لحمة متقطعة وجبنة بيضة وكوباية رز مستوي. قلبنا كله على بعضه وحطيناه في الفرن، وحطينا معاهم توم متقطع كتير يعني زي راس توم كده، وملح وفلفل، وبالهنا والشفا. ودي كانت الوصفة اللي اخترعناها النهاردة، صحية جدا ومفيدة بإذن الله.